واش فراسكم بلي هاد التوني هذا مازال معتقل عند البوليس الجزائري في المطار؟ والسبب غريب جدا هو هاد الخريطة هادي. مادام هاد الخريطة كتزعجكم، أنا كنطلب من جميع الفرق المغربية ديرها في التونيات ديالها اللي كتلعب بها في كل الإقصائيات سواء المحلية أو القارية أو الأممية. تواصل سلطات الجزائر احتجاز أمتعة بعثة فريق نهضة بركان المغربية بمطار الهواري بومديا بسبب خريطة المغرب على أقمصة الفريق. مازال ما عرفت أنا السبب علاش اعتقلوا هاد التوني، مع أنه أنا ضربت الدورة في السوق ولقيت التونيات ديال الجزائر كيتباعوا في المغرب عادي جدا. وكنا عرفنا ان هذه الخريطه هذه داير لكم هذه الغصه كامله وداير لكم هذه السخانه، وكان طالبنا المنتخب ديالنا المغربي يلعب بها في المونديال اللي كان في قطر. وبالمناسبه كنطلب من جميع رؤساء البلديات خصوصا في المدن اللي غادي تحتضن اقصائيات كاس افريقيا انهم يديروا لنا تمثال بهذه الخريطه هذه امام الملاعب اللي غادي تحتضن هذه التظاهرات، باش الى جاوا الجزائريين يشوفوها ويملوا عينيهم منها. للاسف انا شفت مجموعه من الفيديوهات دخل فيها الامل الجزائري على لاعبين جايين يلعبوا مباراه في كره القدم، ماشي مباراه في السياسه ولا في غيرها، وهذا كيدل على تدخل السياسه في الرياضه. واذا كانت الجزائر كتدعي دائما على انها ماشي طرف في الصراع على قضيتنا الوطنيه، كنقولوا لا، اش دخلك الان خريطه ديالنا كامله بصحراءنا المغربيه انت مدخله فيها؟ وين حكك الحبل كما كنقولوا بالحسانيه؟ اذا ما نكونش مواقف متناقضه، ما انت الا كنتي طرف نقعدوا معاك انت نيت، ولكن انت مانك طرف، ياك المعنيين هما ابنائنا المغرر بهم في الاراضي ديالك او خلينا نبيننا معاهم. ما علاقتك انت بهذه الخريطه هذه؟ وما علاقتك بالمغرب؟ ما علاقتك بالتدخل في الشؤون الداخليه وفي سيادته؟ وما علاقتك بالمباراه ديال كره القدم تسيسيها وتمنعي لاعبين وتوقفي في المطار ويضطروا يديروا تداريبهم للاسف داخل قاعه مغلقه في المطار؟ عيب هذا، ما هكذا تورد الابل، وما هكذا يكون حسن الجوار، وما هكذا كتكون الضيافه، وهذا اقحام للسياسه في الرياضه وتدخل سافر في القضايا الوطنيه ديالنا. كنرفضوه كمغاربه او كنقولوا من هذا المنبر هذا على ان الصحراء مغربيه وستظل مغربيه، وما كنقولوها بالشعارات، كنقولوها عندنا مجموعه من الدلائل التاريخيه والاثباتات وعندنا شرعيه تاريخيه باش نتكلموا ونقولوا الضريكات هي الجزائر، كنقولوا لها انت ماشي طرف، بعدي عن الموضوع، اعطيه اتساع، ولا تتمي تقحمي كل مره راسك في هذا الموضوع هذا اللي ولا ممل ولا مثير للسخريه للاسف، ومثير ايضا للشفقه، لانه ما تليتي لقيتي من القضايا اللي تصدريها للخارج الا مثل هذه القضايا اللي كتركب عليها. وانا كنقول على انه النهار اللي تنتهي هذه القضيه هذه ترى بماذا ستسكتينا الشعب الجزائري. فكفى الله يجازيكم بخير، احترموا العقول ديالنا، احترموا التاريخ ديالنا، احترموا السياده ديالنا، احترموا المغرب اللي محتارمكم وما واصلكم حتى شي حاجه، لا شعبا ولا ملكا ولا حتى شي حاجه. تحياتي لكم والسلام عليكم. باش نعرفوا كي قال المرحوم الحسن الثاني، مع من حشرنا الله في الجوار، ليعلم الجميع مع من حشرنا الله في الجوار. حشرنا مع كبرانات ما بغاوش يفرقوا معنا، حشرنا مع دوله للاسف لا ترى في المغرب الا عدو. وعباد الله حتى الاسم ديال المغرب ما باغيينش يذكروه، ما قادينش يذكروه. الي هذا الحد وصل الحقد والكراهيه والعداء؟